تسببت كذبة عامل بيتزا مصاب بفيروس كورونا لإغلاق ولاية جنوب أستراليا لست أيام وتوقيف الرحلات الجوية لخامس أكبر المدن الأسترالية. قامت سلطات ولاية جنوب أستراليا بفرض حالة إغلاق بسبب كذبة عامل البيتزا المصاب بفيروس كورونا بخصوص صلته بمطعم البيتزا. بحسب تصريحات المسؤولين كان بإمكان تجنب الإغلاق لو أنه عامل البيتزا هاد اعترف بحقيقة أنه هو بيشتغل في المطعم، بس هو بالمقابل حكى أنه هو راح للمطعم واشترى بيتزا فبدل ما يحكي الحقيقة. وبلش الإغلاق الصارم على مستوى الولاية يوم الأربعاء بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حالات انتقال العدوى بين سكان الولاية من شهر 4 الماضي. وفي موقف شجاع لرجل نجح في إنقاذ جرو صغير من فك تمساح هاجمه في فورت مايرز بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، فتدخل ريتشارد ويلبانكس البالغ من العمر 74 سنة لإنقاذ الكلب الصغير اللي ما تجاوز عمره 3 شهور لما سحبوا تمساح لبركة المي. ووصف ويلبانكس الموقف بأنه كان مفاجئ، فخرج التمساح من المي وأمسك بالجرو بسرعة صاروخية، وهون كانت ردة فعل ويلبانكس كمان سريعة جدا وتمثلت بأنه انقض على التمساح وأجبره على تحرير الجرو. وقال ويلبانكس أنه فتح فكي التمساح كان صعب للغاية، وأشار إلى تلقيه لقاح الكزاز لا تعرض إيديه لجروح، في حين بيتمتع الكلب بصحة جيدة بعد فحص أطباء بيطريين له. حرام سامع الصوت. ونكمل أخبارنا من الصين اللي بتعتزم تطبيق إجراءات جديدة بتهدف لتشجيع زيادة المواليد والتصدي لشيخوخة السكان السريعة، وهذا في إطار خطتها الخمسية للخمس سنوات القادمة. ورح تقدم الصين دعم مالي وسياسي كتير كبير لتشجيع الأزواج على إنجاب عدد أكبر من الأطفال. قالت نائبة رئيس جمعية السكان الصينية رح يتم تطبيق سياسات سكانية أكثر شمولاً لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والتركيبة السكانية. وطبقت الصين سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل سنة 78، وقالت وقتها أنه الزيادة السكانية السريعة ولا سيما في الريف عم بتقلل وبتقيد الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية الاقتصاد. دخل السباح المصري عمر سيد شعبان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقه رقم قياسي لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء زعانف المونو بارتفاع 2.30 متر، محطماً الرقم القياسي السابق اللي كان 2.05 متر. قال عمر شعبان إنه كان بيحلم بدخول موسوعة جينيس، وعرض الأمر على العقيد محمد مسلم رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ ليتم التواصل مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الشباب والرياضة اللي خاطبوا بدورهم الموسوعة العالمية لتحديد الموعد اللي رح يحاول فيه عمر كسر الرقم ونجح في ذلك.